بذلت كل ما في وسعها باش نعاودوا نولوا التدريبات في اقرب وقت ممكن، وهذا رغم تحفظات اللجنه العلميه لوزاره الصحه. كانت هناك اجتماعات ماراثونيه وفرغنا الامر هذا وقلنا باللي لازم يولوا التدريبات رياضيين متاهلين في الرياضات الجماعيه وخاصه بالنسبه للمتاهلين للالعاب البارالمبيه. كوزاره التزمنا بتحضير او بوضع تحت تصرف رياضيين المتاهلين الى الالعاب الاولمبيه مختلف المراكز والمرافق الطبيه.